كل من العلم والدين بيلعبوا أدوار أساسية في العالم اليوم. أكثر من 85% من سكان الأرض بيعتنقوا صورة من المعتقدات الدينية. تأثير العلم كمان واسع النطاق، سواء من أسطح البنايات في وسط نيويورك لقمم الجبال في أفغانستان لقلب الغابات في أفريقيا الصمراء. الأقمار الصناعية، التليفونات المحمولة، الراديو، التلفزيون وغيرها من تطبيقات العلم الساحرة أصبحت مكون أساسي في حياة كل البشر على الأرض. وبالتالي كان لابد من تأثر وتأثير كل من العلم والدين في بعضهم البعض عبر التاريخ. في عام 1615 جاليليو كان مازال متأثر برد فعل العالم حول رؤيته عن دوران الأرض، بالرغم من الرؤية التقليدية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية إن الأرض بتقع في مركز العالم غير متحركة. ملاحظات جاليليو دفعته للاقتناع إن الرؤية دي خاطئة، لكن بالرغم من الرؤية المخالفة للكنيسة وقتها إلا إن جاليليو اعتبر نفسه إنسان مؤمن مسيحي، وبالتالي كان حريص جدا على إنه يجد طريقة توفيقية بين اعتقاداته المسيحية واكتشافاته العلمية الجديدة. الطريقة اللي لجأ ليها في الجمع بين الفكرتين المتناقضتين هو تقريره بأن الكتاب المقدس المسيحي لا يعلم الأفكار التي ادعتها الكنيسة الكاثوليكية عن الأرض. في الحقيقة جاليليو رأى أن الإنجيل لا يعلم أي حقائق علمية بالمرة، وفي رسالته إلى الدوقة الكبرى كريستينا بيقول: وبما أن الروح القدس لم ينتوي إخبارنا إن كانت السماء تتحرك أم ثابتة، أو إن كانت كروية الشكل أم مسطحة، أو إن كانت الأرض في مركز الكون أو جانبه، إذن لابد أن ليس هناك نية بإخبارنا عن تلك الحقائق. نية الروح القدس إخبارنا بكيفية الدخول للجنة وليس بطبيعة الجنة. في الحقيقة العلاقة بين العلم والدين كانت دايما علاقة شائكة، والجدال أخذ عدة صور مختلفة عبر العصور والثقافات المختلفة، سواء كان في صراع جاليليو مع الكنيسة الكاثوليكية حول طبيعة حركة الأرض، أو الصراع اللي مازال قائم بين العلم وعديد من التيارات الدينية حول نظرية التطور وتعدد صور الكائنات الحية. لكن علشان نقدر نفهم العلاقة الشائكة دي بين العلم والدين، لابد أننا نبدأ أولا بتعريف مفهوم العلم. الأمر اللي قد يبدو بديهي وبسيط، إلا أنه كمعظم المواضيع محط الدراسة الفلسفية أمر مختلف عليه. هنبدأ بمفهوم مبسط للعلم كمجموع الأحكام، الاستنباطات والفرضيات اللي بيقدمها الباحثين المحترفين في محاولتهم لتفسير كيفية عمل العالم الطبيعي من خلال نظريات قبل للاختبار تجريبيا. بكل تأكيد من الممكن وصف العلم بعدة صور أخرى، إلا أن التوصيف ده مناسب لبحثنا وغير مخل بطبيعة عمل العلم. في ثلاث طرق أساسية من خلالها من الممكن فهم العلاقة بين العلم والدين: 1- علاقة صدام conflict، 2- علاقة استقلالية independence، 3- علاقة تكاملية integration. في رؤية العلاقة التصادمية، كل من الادعاءات الدينية والعلمية في حال التصادم، بمعنى ان احد الادعاءات فقط صحيح. النموذج اللي بيطلق عليه عادة نموذج الصراع warfare، واللي اصبح الصورة الاكثر شهرة في اواخر القرن 19 وبدايات القرن 20، وما زال هناك العديد من أنصاره في الوقت الحالي. الفكرة اللي وصفها ببراعة عالم الأحياء المعاصر الحاصل على جائزة نوبل إدوارد ويلسون في كتابه البديع المرونة وحدة المعرفة Consilience The Unity of Knowledge، اللي نشره سنة 1998، وجادل إن قبول الأمور الخارجة عن الطبيعة Supernatural كان ميزة تطورية عظيمة للبخ البشري في مراحل تطور البشر الأولى في عصور ما قبل التاريخ. وبالتالي أصبح فيه تناقض كبير مع علم الأحياء اللي كان نتاج العصر الحديث وليس نتيجة للخوارزميات الجينية Genetic Algorithms. الحقيقة المرة إن المعتقدين غير متوافقين، وبالتالي البشر اللي بتظل في حالة جوع لكل من الحقيقة العلمية والحقيقة الدينية لن يستطيعوا أبدا الحصول على أي من الحقيقتين بشكل كامل. بالنسبة لأصحاب رؤية نموذج الصراع بين العلم والدين، يوجد شيء ما في طبيعة وتعريف كل من العلم والدين يتطلب بالضرورة إن الاثنين يكونوا في حالة صدام وصراع من حيث المبدأ، وعادة ما بينطلقوا من تعريف العلم والدين في الدفاع عن رؤيتهم. على سبيل المثال، الدين بيتكون من معتقدات مزعوم إنها نتيجة وحي سماوي من كائن مطلق الكمال، وبتعتمد الادعاءات في صحتها بالكامل على سلطة الكائن المزعوم،
أما العلم على الجانب الآخر بيشمل المعتقدات المبررة عن طريق التجربة الحسية والطريقة العلمية، لكن التعريفين دول مستقلين غير كافيين لخلق حالة من الصراع، لأن في نهاية المطاف من الجائز جدا أن كل من العلم والدين يطرحها معتقدات متوافقة. الصراع بينشأ لما بيتم إضافة توصيف لطبيعة المعتقدات العلمية، وهي إنها المعتقدات الوحيدة المبررة only justifiable beliefs، أو بصورة أخرى المعرفة الحقيقية الوحيدة عن العالم الطبيعي اللي من الممكن تكوينها فقط من خلال التجربة الحسية والطريقة العلمية. أو لو أضفنا التوصيف الآتي لطبيعة المعتقدات الدينية، إن أي ادعاء عن العالم الطبيعي تطرحه السلطة الدينية غير قابل للمراجعة بناء على الأدلة التجريبية. في التوصيف الأول، قبول ادعاءات الكتاب المقدس أو القرآن عن العالم الطبيعي بيضعنا في حالة صدام مع العلم طبقا للتعريف. أو تحت الرؤية الثانية، قبول نتائج التجربة الحسية والطريقة العلمية في ادعاءات من الممكن أن تختلف مع الادعاءات الدينية بتضعنا أيضا في حالة صدام. تحت التعريفين السابقين، لابد أن أحد ادعاءات الطرفين صحيح على حساب الآخر، من غير الممكن أن يكون كل من الادعائين صحيح. البعض الآخر بيرى العلاقة تصادمية بين العلم والدين لأنها الطريقة الأفضل لتفسير تاريخ العلاقة بينهم. الدين بيدعي أن الأرض مسطحة، العلم يدعي عكس ذلك. الدين بيدعي أن الأرض ثابتة غير متحركة، العلم يدعي أن الأرض تدور حول محورها وتدور في فلك الشمس. الدين بيدعي أن الكون عمره أقل من 10,000 سنة، العلم يدعي أن عمر الكون يقارب 14 مليار سنة. الدين بيدعي أن البشر خلقوا بواسطة كائن كامل الكمال في حالة وقصة فريدة للخلق، العلم بيدعي أن البشر منحدرين طبيعيا من سلالات أولى من الكائنات الرئيسية primates، ولا يوجد أي شيء مميز في عملية تطور البشر عن باقي الكائنات الحية الأخرى إلى آخره. في حين أن من الحقيقي أن نموذج الصراع بين العلم والدين مازال موجود في المناقشات الحالية، إلا أنه تعرض للنقد. أحد أهم الإشكاليات هي الطريقة اللي تم بيها تعريف كل من العلم والدين، لأن لو من الصحيح أن الإدعاءات الحقيقية الصحيحة هي المعرفة العلمية، أي الإدعاءات الناتجة عن التجربة الحسية والطريقة العلمية، لا يوجد شيء في مجال العلم من الممكن أن يبرر صحة الإدعاء ده، أي أن التجربة الحسية والطريقة العلمية وحدهما غير كافيين لتقديم تبرير لصحة الإدعاء السابق. بصورة أخرى، لماذا نعتقد أن الإدعاءات العلمية وحدها هي الصحيحة فقط بناء على الطريقة العلمية؟ من الجائز أن الطريقة العلمية كافية لتقديم تبرير لصحة الإدعاءات عن العالم الطبيعي، لكن ادعاء أن الإدعاءات العلمية فقط هي الصحيحة ادعاء عن المعتقدات البشرية، والإدعاءات عن المعتقدات البشرية ما زالت جزء من الإدعاءات عن العالم الطبيعي. لكن من الواضح أنه لا يوجد سبب منطقي طبقا للتعريف السابق للاعتقاد في صحة هذا الإدعاء المعرفي، أو حتى تبريره عن طريق الطريقة العلمية، وبالتالي أصبح هذا الإدعاء متناقض داخليا أو ذاتيا. وبنفس الصورة، توصيف الدين تم نقده لأن الوحي السماوي في غالب الديانات الكبرى لم يدعي أن الإدعاءات الصحيحة عن العالم الطبيعي مصدرها الوحي فقط، أو حتى الوحي قرب ذلك. إذن هناك مشكلة منطقية في هذا الإدعاء، لأن السبب الوحيد لدى الشخص المؤمن للاعتقاد في صحة إدعاء قبول حقيقة مصدر الوحي هيكون هو مصدر الوحي، وبالتالي أصبح هناك إشكالية دائرية circular في الإدعاء. النقد الأخير للنموذج ده هو التصوير الغير دقيق لتاريخ العلاقة بين العالم والدين، في حين إن من الصحيح إن الصراع كان موجود بين العلم والدين في كتير من الحالات زي الأمثلة اللي طرحتها، إلا أن في العديد من الحالات تم حل الصراع عن طريق تعديل المؤمنين لتصوراتهم عن العالم الطبيعي في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة. لكنها مش الصورة الوحيدة اللي تم فيها حل الصراع بين العلم والدين. على سبيل المثال، في منتصف القرن العشرين، الرؤية السائدة في علم الكونيات cosmology عن بداية الكون كانت نموذج الحالة المستقرة steady state، اللي طبقا له الكون بلا نهاية وبالتالي قديم الأزل. الإدعاء اللي بيتناقض مع الإدعاءات الدينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. الحالة دي الرؤية الدينية هي اللي انتصرت على الأقل جزئيا في الوقت الحالي بعد نموذج الانفجار الأعظم The Big Bang Model، اللي بيدعي أن مجسم الزمكان بدأ عند نقطة معينة.
صحيح ان النموذج ما حددش ما قبل البداية، لكنه اقر ببداية ما اللي جزئيا بيتوافق مع الرؤية الدينية، واصبح من اللازم اننا في الحالة دي نقر ان العلم عدل ادعائه بصورة تقترب اكثر من توافق مع ادعاء الدين عن بدايات الكون، وان كانت لا توافقها تماما. طبعا مش محتاج اقولك ان العلماء ما تنازلوش عن نموذج الحالة المستقرة لتفسير نشأة الكون لمجرد التوافق مع الادعاءات الدينية، لكن العلماء بيعيدوا النظر في فرضياتهم العلمية طبقا لأفضل التفسيرات العلمية المتاحة للأدلة التجريبية المتوفرة في الوقت الحالي. على أي حال، ده مثال على إن حالة صراع بين العلم والدين تم فيها تقريب وجهات النظر بدون تنازل الدين عن ادعائه كالعادة.